أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز إطلاق النار عند وفاة الميت لأجل الإخبار؟ هل إيش؟ يقول: هل يجوز إطلاق النار عند وفاة الميت لأجل الإخبار عن موت شخص، حيث إن هذه العادة مشتهرة بين الناس في إحدى القرى في بلادنا؟ يعني الرمي يرمون، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لكن يخبرونهم. اليوم الحمد لله الاتصالات متوفرة، بالتلفون، بالجوال، السيارة تروح بسرعة وتصل إليهم، متيسر الاتصال. أما إطلاق النار والرمي هذا من عادات الجاهلية، ما يجوز. نعم.